انضمام الجزائر للبريكس لفتح آفاق جديدة اقتصادية، وافتح قوسين لأقول أننا مع الصين منذ سنوات نناضل من أجل عالم أفضل، عالم يكون فيه أكثر عدالة، بالأخص مساعدات الدول الفقيرة. نناضل من أجل عالم متعدد الأقطاب، لأن اليوم نشوف وإحنا دخلنا مع الصين في شيء اللي جا به فخامة الرئيس من ناحية التنمية العدالة، نشوف الهيئات الأممية، احنا مع الصين طالبين مراجعة كثير من الأمور، صندوق النقد الدولي، البنك العالمي، كلهم صبحوا ما هوش في فايدة الدول الفقيرة أو الدول النائية. إذن احنا العالم تاع البريكس يساعدنا أكثر، وبهذه المناسبة طالبنا رسميا الانضمام لمنظمة البريكس، وانضمامنا رسميا إلى بنك البريكس، ورسلنا السيدة المديرة رئيسة برازيل سابقة أن نكون أعضاء في مساهمين في بنك البريكس، والمساهمة الأولى نتاعنا ستكون بمليار ونصف مليار دولار كمساهمة للدخول في بنك البريكس كذلك.